يا شيخ، ما حكم من يلبس البنطال الذي لم يتعدى الركبة؟ بنطالا؟ هو رجل ولا امرأة؟ رجل. هل غيره يلبسه؟ يعني مثل هو في قوم يلبسون البناطل، إن كان كذلك فلا بأس إذا صار يغطي إلى الركبة، وأما إذا كان في أناس لا يلبسونه فإنه لا يلبسه، لأنه إذا لبسه صار لباس شهرة، ولباس الشهرة منهي عنه. واترك البناطيل يا ولدي، لباسك هذا القميص أستر وأرفق بك، البنطلون يقيدك، إن سجدت أتعبك وإن جلست أتعبك، ثم ما الفائدة منه؟ نعم، يمكن اللي عندهم شغل مكاين أو ما أشبه ذلك يحتاجون إلى أن تكون ثيابهم منضمة إلى أجسادهم، هؤلاء قد يعذرون. أما بقية الشعب فسبحان الله، أن ندع لباسنا الذي هو أقرب إلى الحركة بسهولة وهو لباس آبائنا وأجدادنا إلى لباس جديد، مشكلة. واعلم أن للتقليد تقليدا غير المسلمين له تأثير على القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم، كم الحديث يا ولدي؟ لا واحد، كم الحديث؟ من تشبه بقوم فهو منهم، حط بالك، لا يروح، لا تسرح، من تشبه بقوم فهو منهم. قال العلماء: لأنه إذا تشبه بهم في الظاهر ألف أخلاقهم وأزياءهم، ثم أحبهم قلبه، ثم تشبه بهم في العقيدة والعياذ بالله، ولهذا قال فهو منهم. لا نقول فهو منهم فيما تشبه به، نقول هو منهم فيما تشبه به، ويخشى أن تنتقل هذه الجرثومة إلى العقيدة. نعم.